مبارك. علي مبارك الطبيعي، او يعني احنا دايما بنتكلم هنا عن المشاكل اللي موجودة في منظومة التعليم، ومرة تانية هنقول الله يكون في عونك طبعا، والله يكون في عون كل اولياء الامور اللي بيتعبوا وبيذاكروا لاولادهم وبيدوهم دروس خصوصية، على الرغم ان احنا من خلال البرنامج هنا ومن خلال كل البرامج بنحارب اي حاجة سلبية منها الدروس الخصوصية، ولكن الاولاد خلينا نقول الحقيقة بياخدوا دروس، الاهالي طول الوقت هو انت مش نفسك بياخدوا دروس عشان المناهج زي يعني المناهج زفت، المناهج كتيره جدا وكمان ما فيش شرح كافي ولا وافي في المدرسه. تمام، واتكلمنا هنا كتير قوي وفي عدد كبير من المسؤولين كلمونا وكلمناهم وقلنا لهم ومنظومه التعليم ويا جماعه وفوق مستوى الطالب والطالب يعمل ايه، وفي الاخر الطالب بيطلع عامل زي الاله بيصم كلمتين ثلاثه وبعد كده بيخش يكتبهم في الامتحان بيخرج منهم مش فاكر حاجة ولا فاهم حاجة ولا حتى مستفيد حاجة. حلو قوي. احنا بقى دلوقتي بالكلام اللي نرمين بتقوله ده، هي طبعا قادرة لانه في الاخر هي ام وابنها وهي اللي في قلب الحدث، يعني هي اللي بتذاكر له. حتى ان الطالب يتحول لآلة تحفظ تخش تكتب الكلمتين اللي حفظتهم وبعد كده تخرج ما تزعلوش مني يطلع حمار من الامتحان مش فاهم حاجة خالص بقى بعد كده مش مستفيد حاجة، حتى دي ما بقتش بتحصل. ليه؟ لان هو بيجيب حاجات مش هنقول. طب انا عايز اسألك على حاجة برضو عشان ما بقاش قاعدة بنظر وبسترسل. هل الاسئلة فوق مستوى الطالب العادي او فوق مستوى الطالب اللي مذاكر عادي ولا غير موجودة في المنهج بمعنى الكلمة؟ عشان احنا الكلام اللي هنقوله ده هيتحسب عليه. لا 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 انا مش بقول اي كلام، انا بقولك فوق مستوى الطالب مش العادي ولا المتوسط، المتميز مش موجوده اصلا. بقول لك اسئله مش موجوده، بقول لك طيب. انا كلمت المدرسه بتاعت ابني بسالها بتقول لي، قالت لي انا مدرسه عربي لغه عربيه سنه 6 ابتدائي، والله العظيم ثلاثه ده حصل. قالت لي انا مش، قالت لي انا بالنسبه لي قطعه النحو ده، قالت لي انا مش دي بتاعت اعداديه اصلا، قالت لي القطعه دي بتيجي الاعداديه مش بتيجي الابتدائيه. تمام، يعني اذا النحو فيه مشكله. الوعد اللي توعدناه هنا على الهوا وفي كل برامج التوك شو ومسؤولين كبار وليهم اسامي وتقال ان الترم الاولاني الاولاد مش هيمتحنوا فيه وهيمتحنوا فيما بعد، هي بتقول دلوقتي انه الاسئله جايه من الترم الاولاني، اذا حتى الوعود ما تنفذتش. طيب هو في حل واحد، المصيبه حصلت، مش هنقعد نتكلم عن المصيبه واحنا يمكن طرحنا الكارثه اللي حصلت. الحل الوحيد ان يبقى فيه مراعاه في التصحيح. طالما انت بتقولي ان انت كلمتي الرقم الشكاوى اللي مسؤول عن الموضوع دوت، يبقى المفروض يبقى في مراعاه في التصحيح ان الاطفال دول، خلوا بالكم الامتحان العربي ده اول امتحان ودول اطفال يعني نفسيتهم ضعيفه جدا مش هيستحملوا حاجه، الامتحانات اللي جايه هيبقى جالهم احباط مش هيعرفوا يذاكروا، هيبقوا فاهمين ان احنا مهما ذاكرنا مش هنعمل حاجه، فاحنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنجيب لهم اكتئاب بنجيب لهم احباط بنخليهم ما يذاكروش بنخليهم يفقدوا الامل من البدايه. احنا بندي كمان الرد او حق الرد، يا جماعه يا وزارة التربية والتعليم احنا مستنيينكم تردوا علينا، قولوا لنا الامتحان ده مصيره ايه، دي شكوى مش فردية ولا شكوى شخصية، دي شكوى جماعية، شكوى جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح كل الناس والله العظيم عمالة بتلطم وبتصوت، ولد ابنها واحدة ابنها بيطلع الاول على المدرسة جه بيقول لها انا في اسئلة اصلا سبتها ما عرفتهاش، فتخيلوا تخيلوا لان في الاخر الواحد لما بيتعب في حاجة وما بيلاقيش فيها، وخصوصا ان اطفال بيذاكروا وبيتعبوا امتحانات وما بيخرجوش وما بيروحوش النادي مع اصحابهم وبالنسبه لهم دي حاجه كبيره جدا، وفجاه بعد كل اللي انا عملته ده ادخل الامتحان اقعد اعيط وانهار وارجع ابقى مش حال الحاجه. طيب احنا بنناشد وزاره التربيه والتعليم وبنناشد تحديدا سياده الوزير دكتور الهلالي الشربيني، احنا عايزين رد ارجوك، عايزين رد عشان اولياء الامور كفايه ضغط عليهم، كفايه ضغط على الاطفال، كفايه احباط في الاطفال، بعد كده بنرجع نقول هم بيشتكوا ليه؟ بيسيبوا البلد ويمشوا ليه؟ وبيعملوا حملات تمرد ليه؟ بعد كده بيرجعوا يقولوا بطاله، اصل احنا البطاله ومش عايزين يشتغلوا، حتى هم نفسهم مش عايزين يفكروا في مشاريع من كتر الاحباط اللي بيجي لهم من بدايه الدراسه، تمام؟ احنا مش عايزين نزود كتير في الكلام، احنا طرحنا المشكله ويا ريت يجي لنا الرد. خلونا بقى نبدأ فقراتنا ومواضيعنا اللي هتكون معانا النهاردة في حلقتنا ونشوف أهمها.